معانا الفنان معوض اسماعيل. انا مش هقول لك يا معوض على فكره، انا هقول لك يا عبد الوهاب على طول. عايز اقول لكم من اول ما دخلت الاستوديو قلت له انت عبد الوهاب اللي كنت في المسلسل. تمام. قول لي يا عبد الوهاب، المسلسل ليه لحد دلوقتي لما بنيجي نتفرج على التلفزيون ونلاقي لن اعيش في جلباب ابي، ليه لحد دلوقتي عامل ترند؟ اعتقد زي ما احنا كنا بنتكلم قبل ما نبدا التصوير، ان هو حاله بتمس المجتمع طول الوقت، وحاله اوريدي موجوده سواء في كل المجالات بقى، سواء كان تاجر سواء كان دكتور او طبيب، ان كل اب بيبقى نفسه يشوف ابنه زيه او احسن منه في نفس المجال بتاعه. وارد يكون ده علشان خاطر العقليه ان انا ناجح كاب، ناجح في في الكارير ده او في المهنه المسيرة دي، فانت تيجي تكمل معايا او تيجي تكمل شغلي او تيجي تكمل الشركه اللي انا بنيتها وتعبت فيها. وارد لان هو ممكن يكون ضامن، يعني خلاص انا ضامن الحته دي وفاهمها، فانا هعرف اعلمها لك كويس، يعني اختلاف الاراء. لكن فكره ان هو يفضل عايش دي، اعتقد ان هي لان هو حاله كبيره بتمس شريحه كبيره جدا من المجتمع لغايه دلوقتي موجود. طب انا عندي سؤال ثاني، يعني رح ارجع فيك بالزمن لورا ورا 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 كثير ورا، بال 96 وقبليها بشويه، لما صار الكاستنج وكل هالقصص، كيف تم اختيارك؟ يعني بدي اياك تحكي لي كيف نقوك، كيف انت صرت عبد الوهاب بهذا المسلسل، وكيف كانت كواليس التصوير مع الابطال كمان هناك؟ هو كان ساعه الكاستنج وانا جالي تليفون، انا كنت شغال قبلها يعني بفتره، كنت عامل بوجي وطمطم اللي هو يعني ده يعتبر اول حاجه عرفتني بالجمهور في مصر هنا، وكنت عامل كذا عمل تاني ممكن يكون ما تعرضوش في مصر، كانوا بره مصر. فجالي تليفون فروحت قابلت الاستاذ احمد توفيق. فطبعا الاستاذ احمد توفيق هو ممثل ومخرج. فطبعا اول ما دخلت على الاستاذ احمد توفيق انا اتبسطت جدا ان انا واقف قدامه. فقال لي تعرف تقول الجمله دي، واداني جمله اقولها. فقلت له قال لي طب قولها، فقلتها. طب تعرف لا مش فاكرها للاسف. اكيد مش فاكرها. سنين بقى، انت بتتكلمي على سنين. قال لي طب تعرف تقولها باداء تاني، فقلتها باداء تاني. فضل معايا يجرب معايا طرق اداء مختلفه لغايه لما عرف ان انا اقدر ادي بكذا طريقه اداء، فراح